مباراة موعودة، ولكن كاستهلال لازم خلينا نقول نسترجع التاريخ للعبارة، خصوصا في ثلاث مباريات يتذكرها الواحد. أبدأ بالأقدم 2015 بين النصر والأهلي، الجولة 20، النصر 48 نقطة، الأهلي تقريبا 48، لما فاز صار الفرق بينهم نقطتين. السيناريو صار 2-0 للنصر، بعدين السومة هاتريك اللي هو 3-2، بعدين معتز هو سوى برضه، صار وانتهت المباراة على العموم 4-3. اللي بعدها غرد الأمير فيصل بن تركي الله يمسيه بالخير، صعب هلا، كان الفرق نقطتين، و4-3 ورمونتادا أهلاوية. في ذيك الفترة أنت تتذكر، أو خلينا نقول لو الفريق ما عنده العقلية أو القوة العقلية ممكن ينهار، شيل وبعد، لأن المباراة خلاص تقريبا يعني 48 والفريق الثاني فرق بينك وبينه خمس نقاط تقريبا. تجي على الموسم الماضي الجولة 27، الاتحاد 61، الهلال 55 نقطة، بداية المباراة 1-0 روما، معناها الآن خلاص تقريبا خذ الدوري الاتحاد في المباراة هذه، يرجع الهلال ويسجل 3 أهداف، تصير 58 نقطة، بعدها الاتحاد ينهزم أمام الطائي، بعدها يفوز، بعدها يتعادل، الهلال يكمل الدوري ويفوز فيه. هنا برضه درس، احنا نقول عقلية الانتصار. تجي على مباراة اليوم، لما اتذكر الجولة 20 في مباراة أهلي، نتذكر اليوم الجولة 20، النصر 46، الاتحاد 44 نقطة، المباراة هذه في حالة فوز النصر أو فوز الاتحاد يصير الفرق بينهم، إذا فاز الاتحاد نقطتين، إذا فاز النصر 5 نقاط، إذا تعادل على نقطة نقطة. إحنا نقول هنا الرهان على إيش؟ الرهان على ما بعد المباراة. أنا ما أبغى أتكلم على الفريق الفائز، بتكلم على الفريق الخاسر، هل يستطيع ينهض أو لا؟ أو خلاص يرمي المنديل والمدرب سباك والإدارة الإداري يشيلوه وهذا خلاص يبدو، في ناس تجي تقعد تخرب خلاص، يعني زي ما يقولون تنبسط على الفوضى هذه، تحب الفوضى اللي قاعد كذا تدخل هي وتبدأ. أنا قايل لكم كل شيء جميل في الشغل، لا